أحبائي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من ختم النور. بنواصل قراءتنا للإنجيل في أمثلة الملكوت، والنص اللي بقترح عليكم النهاردة من مرقس 4:24-25. يسوع بيقول إيه؟ بيقول: انتبهوا لما تسمعون، فبما تكلون يكال لكم وتزدون، لأن من كان له شيء يعطى، ومن ليس له شيء ينتزع منه حتى الذي له. الله يريد أن يعطي، أن يعطي ذاته بقدر ما يمكننا أن نفتح قلوبنا وحياتنا له. الله لا يريد أن يعطينا شيء، لكن من خلال الأشياء اللي بيديها لنا هو عايز يدينا نفسه، لكن لأنه محبة بيحترم حريتنا. المحبة تمشي دايماً مع الحرية، تنتظر حرية الآخر. حب، حرية، إيمان، ثلاث كلمات بيمشوا مع بعض. وموقفنا من الحب إيه؟ هو الإيمان، إني أصدق، أؤمن بنية بعطاء اللي بيحبني. الحب لا يحتمل البراهين أو الإثباتات، لكن بيعيش من الثقة، من الإيمان، من الرجاء. والسمع هو قرار حريتي، إني أفتح باب قلبي وحياتي لأسمع كلمة الله. يسوع بيقول: انتبهوا لما تسمعوا. الله يعطي بفايض، بزيادة، هي دي طريقته، هو ده أسلوبه، ولا بيقيس ولا بيحسب، بيملى القلب والحياة بمجانية وفيد. وده اللي بيخلينا نتغير، هو ده اللي بيغير حياتنا، مش التأنيب ولا الحزن، هما اللي هيغيرونا. التأنيب والحزن هيوصلونا لليأس، لكن الله إزاي بيغيرنا؟ إنه بيعطي ويعطي ويعطي، يعطي بحب، بفايض، بزيادة، بلا حساب. يسوع بيقول: انتبهوا لما تسمعوا، خدوا بالكم على قلبكم، خدوا بالكم على نبع الحياة اللي بيعمل فيكم، اللي بيضخ الحياة فيكم. خدوا بالكم من البخل والأنانية، الشك والخوف، لأن دول بيخنقوا القلب. على قد ما قلبنا بيتسع، بيعطي، بينفتح للحياة، على قد ما الله بيجد المساحة اللي يعطي فيها. الحياة دايماً متدفقة كتيار ماء، البخل، الخوف، الطمع بيقتلنا، لكن كل مرة بنشارك حياتنا، بنبذلها، بنديها للناس حوالينا، بنجعلها تتدفق فينا والآخر. الله يريد أن يعطي، ويعطي بفايد وبلا حساب. وحتى يستمر هذا الفايد فينا، علينا أن احنا نفتح أبواب قلبنا، وإحنا بدورنا كمان نعطي الحياة والفرح للناس اللي حوالينا. سر ملكوت الله سر بسيط، هو سر العطاء، سر الحب المتجدد، سر الإيمان، إن الله بيخبط برقة ولطف وعزوبة على باب قلبنا، يدعونا أن احنا نصدق ونؤمن إنه محبة تريد أن تعطي ذاتها، وتعطي ذاتها بفايد. نلتقي في حلقة قادمة من برنامج ختم النور.